What a wonderful world. It is a wonderful world. سفرتنا اليوم غير شكل مشاهدينا. أول شي كيفكن؟ سفرتنا اليوم على مدينة كتار منكن بفكروها مدينة فقيرة كتير بالولايات المتحدة، فمدينة مدمرة عدة مرات وبعدها مدمرة، هيك بفكروا العالم قد ما فيها فيضانات أو كمان أعاصير. بس هالمدينة رح نكتشفها اليوم هي مدينة الجاز، مدينة البلوز، مدينة التسلية والفرح والمرح. وهيدا المدينة رح نكتشفها من خلال ضيفتين كتير مهضومين. أول شي رح بلش بالإعلامية المعروفة كتير رولا معوض. رولا كيفك؟ كيفك ألسا؟ رولا أول شي كتير مبسوطة أنا أنت اليوم معي، لأنه أنت إعلامية وصحفية وبذات الوقت أستاذة جامعية وحدا كتير بحب السفر مثلي. مشان هيك يعني وقتها بلشنا نطلع بفكرة سفرتنا اليوم، ما رح نقول لوين لأنه بعد تكتين رح نخلي المشاهدين يعملوا بعد سسبنس أكثر بعقلاتهم، رح نقول لوين رايحين. والحلو أنه حلقتنا مميزة جدا لأنه مش بس أنت ضيفتي اليوم، في كمان لاني نعمة كمان. دونك رولا معوض نعمة، أنا دايما بعيط لك رولا معوض، بس رولا معوض نعمة ما حدا يزعل. كرمال لاني لأن لاني نعمة فأنا رولا معوض نعمة. وبنوتة لاني، لاني كيفك؟ منيحة؟ قد عمرك؟ صار فينا نحكي لاني بعدها مفكره انه نحن باستوديو ورا الكاميرا وما لازم هلا صار فينا نحكي. طيب رولا لوين مايلين اليوم مع لاني؟ ليكي قبل ما جيت لهون ميلت على البون. هلا انت بتنبسطي لي لانه بتقدري الامور. قبل كل سفره رح بدي ميل على البنك. إيه طبعا على بنك ماد بالتحديد. عم حد بيتي مزبوط، ميلت على البنك وصرفت قرويات لانه عم حضر لبرشلونه. قد ما شوقتيني ببرنامجك من سنه يمكن عملت صح حلقه على برشلونه. انا رايحه اكثر من مره، رايحه شي 7-8 مرات على برشلونه، بس بقى هالمدينه بتعني لي هيك فيها كثير قصص حلوه. لكن ميلت تجيب قرويات للسفره الجاي. نعم. وهلا لوين ميلنا من كام جمعه كرمال حلقه اليوم؟ على اي مدينه رائعه بالولايات على مدينه مشهوره بمهرجانها الحلو يلي بيلبسوا فيه عقود من كل الالوان. ما يفتكروا المشاهدين انه انا دائما بطلع مصير. انا وياكي ولاني لاني فرجينا الكوليه اللي حطيتيهم كمان. لفت الكوليه كثير حلو، معروف بالكوليه. هودي الكوليه لاني من وين جبناهم هالكوليه؟ نيو اورلين. نيو اورلين. بتتذكري اسم الشارع يلي بيعملوا المهرجان اللي فيه هالكوليه؟ بربل. هيدا هو الشارع رح نشوفه هون. ما في شيء ما جبتوه معكم، هيدا الحلو. عادة أنا تشوفي كثير بحب يفرجوا جيبوها معكم، أنتم بتصور جبتوا البيت كمان كله سوا. لا وهولي غير اللي وزعناهم، هلا كان فيني جمع أكثر غير المأكولات اللي أكلناهم. طيب تنرجع شوي على الجد رولا، لكن واحد يروح على نيو أورلينز اللي هي بالولايات المتحدة أي روتينج بياخذ؟ أنتم من بيروت رحتوا فيا بتاخذي أوروبا. أوروبا طبعا، ما في طيارة مباشرة، بتروحي أو لندن. اما صح هلا لندن، يعني الحلو انه حكيت عن لندن لانه هلا مثلا مع الميد مايلز في عرض كثير حلو، واحد بيستفيد منه بيسافر بمايلز اقل بكثير وبيستفيد بكفي سفرته على امريكا او غيرها من البلدان يلي في قطع فيها فيا لندن. نحن مرقنا بقلب بباريس، بتعرفي انا وياكي عندنا ذكريات رائعة بباريس، عاملين سفرات سوا. مزبوط. مرقنا بباريس بس ما نزلنا، يعني كان بس باساج، ورحنا على اتلانتا. من اتلانتا عملنا بوز صغيره عائليه باورلاندو لان ابن خالي هونيك جابي معلني. لا حلو انه سفرتكم عائليه 100% 100% يعني وشغل البي الام والبنت والبنت. ورجعنا رحنا على نيو اورلينز لان كان في مؤتمر الطبي لجراحه العظم، المؤتمر العالمي اللي بينعمل كل سنه بولايه امريكيه. فيري جود. سنه كان دور نيو اورلينز كمان، يعني كل شيء مع بعضه. فكان لتيل الاغريال كان سفر حلو. نحكي عن السفرات العائليه بهالفتره لانه اول صيفيه في كثير اهالي ببعثوا لي ميز بيسالوني نصائح عن واحد كيف يسافر مع اولاد، لانه شغله بحد ذاتها يعني سفره مختلفه من ما واحد يسافر لحاله. أنا بقول لك بتحضري الولد من قبل، يعني أنا ولاني بلش حضرها من قبل إنه في طيارة كتير طويلة من عدة طيارات من عد الترانسبور. قد ايه كلها بعدها السفرة بتاخذ وقت رولا؟ 4 ساعات ونص على باريس وتسعة على أتلانتا، مش هيك لاني؟ مع فرق الوقت يعني نهار كامل بدك تعدي سفر. كانت السفرة طويلة لاني؟ فيك تحكي على صوت عالي؟ فيك تحكي على صوت عالي، هلا صرنا على الكاميرا وفيك تقوي صوتك قد ما بدك. ايه السفرة طويلة. عم تسأل إلسا. لكن هلا بلشت شوي تستحي لاني بس هلا بعد شوي
كلا اون فا شانتي اون فا شانتي هلا بدنا نغني بعدين بس هلا بدك تجاوبي على الاسئله اكيد طب ورولا لكن قلنا بنوصل لهونيك يعني عدد ساعات كثير طويل وفي فرق الوقت واحلى فصل واحد يروح لهونيك هو فصل الربيع انتوا رحتوا بالربيع رحنا بادار اول ادار سقبنا شوي شتاء بس الحلو انه طقسه حلو بعد شوي بيصير شوب اكثر لانه في رطوبه اكثر اكيد يعني بيقولوا احسن شيء الربيع يعني بين اذار وايار مزبوط. وواحد اكيد مع حظه لانه هذا الطقس بنيو اورلينز يعني طقس مختلف عن بقيه امريكا لانه بتعطي على خليج مكسيكو قريب كثير على كوبا يعني كليما تروبيكال رح نشوف هلا بالخريطه وين بتصير نيو اورلينز بامريكا وبيبين علينا مثل ما مبين لكينا بكعب امريكا يعني على الميل الشماليه جنوب شمال امريكا الولايات المتحده تحدي وبتعطي على غولف اوف مكسيكو مثل ما بيني وقريب كتير كتير على كوبا والاجواء فيها انا كتير ذكرت وقتها شفت صورك ذكرت سفرتي على كوبا في كتير اجواء يعني فرح ومرح يمكن القاسم المشترك هو الموسيقى انا كنت موسيقى. بكوبا كمان بال 2006 اول 2006 بالشتاء كان طقس رائع وكوبا مثل بيفتح كتاب تاريخ وبيفوت على سنة الخمسين وبيقف مع السيارات القديمة بتجنن نيو أورلينز لا فيها قصص عصرية أكتر المشكلة بهالمدينة إنه كل ما دمرها أعصار بيرجعوا بيعمروها مشان هيك بتلاقي أبنية جديدة وكمان في أبنية حجرية قديمة بعدها محافظة على رونقها وبتروح الناس بتعمل مثل زيارات حتى يتفرجوا على هالتراث المعماري بيقولوا قد ما دمرتها الأعاصير يعني فوق 30 مرة دمرت رجعوا رمموه عن جديد يعني شغله بس البيوت القديمه المعمره بحجر على ايام وقتها كانوا الفرنسيين معمره على الارشيتكتور الفرنسي يعني بتشوفي هالفخرجية اللي بتشوفيه بديجون رح نشوف هلا الصور رح نشوف الصور معلقه عليهم اول شيء بين صور اول شيء بالطياره اكيد في صوره كثير حبيتها لاني بدنا نشوف الصور لاني هيدا انت بالطياره مع بابي ما هيك هون انطلقنا بلشنا لكن بعدكم فريش هون ما بلشوا تنعسوا عادي بعدنا مليانين نشاط ولكن وصلنا على نيو أورلينز هيدا هي نيو أورلينز بتصير بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة هيدا ويلكم تو لويزيانا أكيد والحلو إنه كنت عم تحكي عن الفرنسوية نيو أورلينز معروفة إنه عندها طابع من القلائل نوفيل أورليان نوفيل أورليان برافو عليك بس أهضم شيء قال هن بيحكوا فرنشي انبسطوا إنه جاي النيس أنا عمي قاعد هونيك منصور فيكتور صار بنيو أورلينز إنه جاي النيس اللي بتحكي فرنسي فحكيوا معي فرنسي علي فهم كلمة بيحكوا كيجن ايه كيجن كذا مايك حاط بس المحلات المرتبة كتير مثلا محلات التياب ام هيك بحطولك موسيقى فرنسية يعني بتتمتعي انت عم تسمعي اديت بياف هون الملعب اللي بيصير فيه المتوشي ويلي وقت الاعصار حطوا عدد كبير من اهل الولاية هربون لهونيك عن جد يعني هي بتخوف الاعاصير فيها لانه هي مبنية تحت مستوى الماء يعني كل ما بيصير في فيضانات كل المدينة اذا بتشوفي المدينة كمان في رحلات بتنعمل على المستنقعات الطرق أكترية الطرق يلي بتاخدك من نيو أورلينز لاني شفتي هاي صورتك مع الكلية اللي بياخدك من نيو أورلينز على باتون روج يلي هي العاصمة بتمشي على طرقات كيلومترات انت بقلب المستنقعات بيطلع لك إليجيتر من هون بيطلع لك طيور غريبة عجيبة من هون بس مدينة رائعة عن جد يعني أنا كتير حبيت الصور حبيت هيدا الستريت كار الستريت كار معروف كتير لأنه بيّن بمسرحية يعني معروف كتير تبع تنسي ويليامز اللي هي street named street car named desire tramway nommé désir معروف كثير مزبوط هيدا في مارلون براندو وفيفيان ليت قديم ومعروف قديم كثير وهيدا بوربن ستريت كنت عم تحكي بوربن ستريت من احلى محلات بحبها بالعالم شارع الفرح هيدا عندك عالم انه بنقوا مخرج الاولاد وما بعرف شو اوكي بعد الساعه 9 10 بالليل اكيد الاولاد ما رح يروحوا بس شارع حلو كثير لانه كل احتفالات كل ايام السنه بيخترعوا عيد ليحتفلوا فيه بس في له اعياد اساسيه اساسها هو المارديغرا رح نشوف صوره نعم. بالاخر وفي عيد تاني مهم هيدي لاني دجيزي هون بالبربن ستريت للماردي جرا وفي كمان عيد تاني سان باتريك داي نحن كلها نهار ب 17 مارس وبينعمل احتفالات فيه اكيد شيء كثير مهضوم مارس انا جوزي اسمه باتريك طبعا نهار ما بنصير ولا لازم رح لهونيك احتفل لاني عم بتشوفي معنا الصور لاني انت شو اكثر شيء حبيته بنيو اورلينز كروكوديل الكروكوديل يا لازم تعدي مزبوط تتخبريها لإلسا لابسه كروكوديل لابسه تيشيرت كروكوديل وين شفتي الكروكوديل؟ بالزو؟ واو بخوف؟
رح نفرجي بعدين الكروكوديل اللي جبتي معك. هيدا الكروكوديل رح نبين هلا بيسموه الاليجيتر. راسه حقيقي. ايه هيدا محنط. هيدا ميني الاليجيتر لانه الكبير ما بدنا نشوفه عن قريب. خفتي منه لاني للكروكوديل الاليجيتر؟ لا. انت نقيتي ما هيك؟ تتذكري مين كان معنا؟ بتعرفي شو احلى شيء باللبنانيه إلسا؟ وين ما تروحي بالعالم بيطلع لك لبناني. لقيته. كنا عم نمشي قدام المؤتمر نلتقى بشاب اسمه الياس من انفه من ضيعه اسكندر. يي شو عم تعملوا هون قبل هي قبل بمره هالمره كان عارف انه جايين. فكنا مع الياس نعمل هالامور لانه صار هو مقيم له سنين هو وريما زوجته. فكل الوقت يدلينا يخدنا يعرف المحلات يلي لازم نروح عليها مش بس كسياح يعني رايحة الحلوة يلي بيعرفها يلي قاعد هون يعني بتروحي مثل كانك انه بتعرفي البلد وكتير منيح. نستفيد من هيدي الفرصة نحيي كل اللبنانيين عم بيحضرونا برات لبنان وين ما بنروح بكل انحاء العالم مثل ما بتقولي دائما بنوقع على لبناني باماكن يعني واحد ما بفكر انه موجودين فيها. صح. طيب بنكفي جولتنا بنيو اورلينز مع بقيه الصور ورح نشوف هلا انه نيو اورلينز هي مدينه معروفه كثير لانه حد نهر الميسيسيبي المعروف كثير وفي ما اذا رحتوا باي بوتس في بوتس معروفين كثير من نيو اورلينز من محل على مكان اخر اسمه ناتشيز كبارك مثل عليهم مثل دواليب من برا وبياخذوا السيارات يعني في ناس بتنتقل هي وسياراتها لحتى يروحوا يبرموا بالمنطقه الثانيه مثل فيري يعني مثل فاريبو. حلوه كثير كبيره كثير وهيك يعني منها سياحه ومنها عمليه اكثر لما تقعدي بالطرقات او في محلات ما في امكانيه يكون في طرقات. طب وشو لفتك اكثر شيء ابار الاجواء الحلوه يعني في شيء مكان انت معين تنصحي المشاهدين يروحوا عليه ولا ايه الحي الفرنسي فرنش كوارتر يلي هو البيرث بليس اوف جاز ما بعرف اذا عم بحملها مزبوط على الكاميرا. هيدا المحل بدون مهرجان وبدون حفله وبدون عيد وبدون وقت يعني مش انه 8 على بكره 4 الصبح 4 بعد الظهر في ناس عم بتدق في ناس عم ترسم في ناس عم تعمل نشاطات رح يبين هلا صور الفرنش كوارتر عم تحكي عنه. اول شيء الوان بنايته كثير حلوه وكله هون هيدا الاوتيل الحلو كثير بيوجهوا فيه الكافيه دو موند. كافيه دو موند يعني معروف هلا هيدا مكاني المفضل انا واسكندر وهلا صار معلني ذكرتي لاني كانت تكون صوره كثير حلوه رح نشوفها باخر الحلقه شو اكلته هونيك شو اكلتي معروفة. لاني بالكافيه دو موند ليبيه شو اسمهم باللب شو بيسموهم هن فرنش دوناتس نو ليب بيني سوفلي لبني سوفلي وشربنا شوكولا شو هو ده السؤال للفرنش كوارتر هلا بدنا نرجع نحكي عن مأكولات بالاخر ولا ببين علينا الحلو فيه انه في ابنيه جميله العالم هنيك ريلاكسد مش عالم ستريسي وعم يركضوا مثل نيويورك او المدن اللي غير ولايات هيدا مع انه فيها كل شيء هيدي الكاتدرال معروف كثير اسمها سانت لويس كاتدرال هنيك في كثير عالم اسمه لويس مثل لويس ارمسترونج اللي هو اكيد معروف كثير من الولايه اكيد من الولايه قلتي المطار اسمه مطار لويس ارمسترونج ما هي وبس تنزلي بتلاقي تمثاله كبير وبتلاقي وبتسمعي كل الوقت الجاز كل الوقت يعني بيحبوا الجاز على قدي او اكثر ما بعرف اذا في اكثر او اقل شوي بينبسطوا جدا جدا بهالمدينه لانه بحسوا حالهم بمحل اصلي حقيقي مش انه بتروحي تسمعي فرقه ما بعرف شو عم تعمل فيري اوثنتيك مثل ما عم بتقولي هلا ببقيه الصور بدنا نشوف الاكتيفيتيز اللي واحد في يعملهم هونيك وبتصور يعني لاني ما وقفت تعمل اشياء بدك بدنا نشوف هون لاني شو عملتي وين رحتي وين اكثر محل حبيتيه هونيك الاكواريوم او الانسكتاريوم او اي محل اكثر شيء حبيتي اكواريوم شو شفتي هونيك من هونيك جبت هيدا الميدوز على شوي ايدك تنشوف ها هيدا الميدوز هلا بدها بنشوفها بعد شوي بركي لانه هون كنا رايحين على المؤتمر وقفنا انا ولاني اخذنا بوزيت وبالمؤتمر قالوا لها لاني انت بالمؤتمر كله للاطباء جراحي العظم بالعالم جايين كان في 40,000 طبيب جراح عظم يعني انا الاسيستنت لمامي وحطت كارت البريس هون بين الحشرات هيك بتفكري انت انه هي عن جد بين الحشرات بس هي بتفوت بقلب بول ازاز ما هدومه ايه هي عملناها تنقص بابي ما هيك هيدا كمان البول بغير محل بقلب خزان الرجي عليهم نعم اللي بتست اللي بت ايه ما بيحبوا لان عنده الرجي عليهم صح هيدا خبريها شو قصته هيدا هيدا بياكل الخشب شو هن هول نوع من النمل اجوا بالستينات على نيو اورلينز واكلوا الخشب ايه فعاملين القصه كلها مخبرينها للولاد بهالاشخاص برافو عليك لانه الطقس هونيك كثير رطوبه وكثير بيجي حشرات معروفه من هالبلد هالشغله
في قصص واحد لازم ياخذها معه معينه، يعني مثلا كريم انتي موستيك او يعني في حشرات او لا هلا ما بتقص فيهم؟ لا لا مثل اي مكان، اي مكان ما حابب يكون رايح كومفورتبل لابس كروكوديل ولا لن ينامي برا عم تتصور حد، وهول التور اللي معقول بتلاقيهم على اطراف المستنقعات انت ورايحه من محل لمحل. هاي شو قصتها يا لاني؟ هاي الصوره، هذا الفراش، الفراش بابيون. قاعده في وحده هيدي عم تكلي. واو، هلا بنشوف بقيه الصور. في كمان هيدي كمان قال المسيو بقلب حديقه الفراشات انه ما لازم تهزي، اذا وقفتي وما هزيتي بيجوا الفراشات لحالهم لعندي. فراشات كبار مثل الطيور، قد ما اجوا في كثير فراشات غطوا على ايدنا انا ولاني. وبعدين بيعملوا بقلب الانسكتاريوم في محل مثل حديقه. هاي الصورة لاني بقلب كنا فاتت بقلب الأكواريوم، هو نفس الفرنسي. لكن هونيك قلت لي في إنسكتاريوم كل الحشرات، أكواريوم كبير مظبوط، شو كمان في؟ بس بيحترموا المساحة اللي بيحتاجها الحيوان. يعني ما بقلك رحت من كم يوم على زوب لبنان تزعلي وبتتأسفي ولا رح اكتب ضدهم بالجريدة بالنهار، لأنه تقلك ليه هونيك الحيوانات مثلا بتشوفيهم بمحل ما بيشبه محلهم الطبيعي. انا اصلا بكره الزو والاكواريوم وهيدي الامور، لانه الحيوان بحس لازم يكون حر، الحريه اساسيه عندي. بس هون محطوطين بشيء بيشبه محيطهم. شوفي هون لاني مثلا ليك كيف عم تلقط الزلحفه ومنها خايفه منها، خبريها لإلسا. هذا شو تورتشو؟ زلحفة؟ خفتي منها؟ عربشت عليكي؟ لا. شو كانت عم تعملها؟ بنشوف بقية الصور. في بنت لقطتها. اجت لاني وليكي كيف غنجته. هيدا اللي بيلقط الانسكت بلسانه. ليزار. ليزار كبير. هون بحطوا الحيوانات بقفص وبيقولوا لهم تعوا للاولاد تفرجوا عليهم. هيدا مخالف اكيد، بس بركي ما في هيدا ما يجيبون. ما فيني احط كانغورو بمترين والا نطي. هيدي لتوال داريني. شفت الاليفان؟ شفت الفيل وينها؟ يعني زوب امو بيو. هيدي شو كانت عم تعمل؟ هون بحطها بالتلر، بضلش نص ساعه بنرجع بحطها بالشمس، برجع بالتلر، برجع بالشمس، برجع بالتلر. يعني بعدين بشيلوه، لا بيعملوا لها فورم ايدها. فيك تنقي الموديل اللي بدك اياه، فيك بوكس، فيك هيك. لاني نقت الخمس ايدين. فيك اي لاف يو، فيك اي لاف يو، فيك اي لاف يو. فرجيها لقلوس كيف تعملي اي لاف يو بايدك. ولا شفتي اي لاف يو؟ هلا بقيت الصور يعني كثار، يعني ما في اكتيفيتي ما عملتيها. فيك واحد كيف اي لاف يو؟ فرجينا كيف عملتي الاي لاف يو. هيدي شو اي لاف يو؟ ما بعرفها هيك بلا بلغه يعني الاشارات. هيدي معناتها اي لاف يو. ولا برافو. ها فنحن انا ولانيا قال ساعه بنقول لك اي لاف يو. ميرسي كثير. وام تي في كمان اي لاف يو تو لاني. اي لاف يو رولا. طيب لكن مكفي رحلتنا هلا مع الموسيقى والجاز. هون يعني العيد بحد ذاته قلتي مثل كل الوقت في احتفالات، واهم شيء كرنفال ماردي غرا. بدنا نشوف هلا بهيدا القسم قد ايه دائما الالوان طاغيه بنيو اورلينز، وقد ايه اجواء الجاز موجوده وين ما كانوا. بدنا نشوف فيديو ولا لاني عم بتغني؟ ايه لاني كنا بالكافيه دو موند وفي رجال عم بدق جيتار عم تتسمع. اخذت مصاري من بيا وحطت له مصاري للرجال واز بدق. اي اغنيه لاني؟ شو اسمها الغنية؟ فيك تقولي على صوت عالي. You are my sunshine. You are my sunshine. وهيدي لاني بتحبها الغنية لأن دايما منغنيها لأنه لاني is my sunshine. حياتي. وإذا للي ما بيعرفوا اسم لاني معناته وهج الشمس. لا دي سولاي. والله. فهي الغنية مامي بتغنيها للاني. يلا رح نشوف هلا بتصور حاضر الفيديو وما بعرف إذا فيها تغني لنا هلا نحن وناطرين. يلا غني لنا. فيك تغني لنا شوي منها؟ You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. No, please, don't take my sunshine away. برافو. بدنا نشوفك غنيتيها هونيك مع الجيتار. يلا غنيتها مع الرجال على الطريق، وكل الوقت قضيناها عم نغني ونرقص انا وياها. وين ما نسمع جاز نبلش نرقص، وين بلش الكرنفال بلشنا نرقص. وكان في ديفيلي كمان حضرناه للسيارات الجاز هون. That's cool.
هونيك قد ما حلو الاجواء مثل ما كنت عم بتقولي الموتو تبعهم هو let the good time roll ماشي كل الوقت يعني the music's everywhere the good time is everywhere. بتعرفي فيني اعطيك نصيحه لكل حدا بده يسافر ما يروح تقيل الدم على السفر بده يروح بيموت عم بتسلى مش انه يا انا ما بقعد الا بخمس نجوم وما بطلع الا لا السفر هو للاكتشاف صح. اكيد الحد الادنى الا للمغامرين يلي بيحبوا يكتشفوا جنون بالغابات وما بعرف شو بس السفر الشرط الاساسي لتنبسطي واحد رايح يتسلى ويكتشف شي جديد انا دائما بيقولوا لي تسليتي انبسطتي بقول لهم يا عمي سوق جبال انا ربياني انا من جبال حد جبال من الريحاني مقضية عمري بسوق جبال بعدني لهلا بروح وبكتشف وبنبسط واحد وين ما كان بيكتشف اساس أكيد. السفر اللي بدك تنبسطي فيه انك تكوني مقرره تنبسطي ان جود مود رايحه تتسلي وتكوني هيك دمك خفيف واغراضك خفيف ويكون معك رفقه حلوه اكيد اكيد احلى شيء هون كمان هيدا اجواء الكرنفال تبع مارديكا هيدا تقريبا كل يوم هيدا تقريبا كل ليله من عشيه بتلاقي هيدا انا عاده بيعملوه بالمارديكا قبل الصيام قبل الصيام اكيد والحلو اليوم انه في كثير اولاد عم بيحضرونا كمان لانه كلهم فارسين بعد المدارس فارسين بينبسطوا اكيد بيصيروا البنات يرقصوا بصيروا يزتوا عليهم كليات بكب عليهم ايه هو الكليات اللي عم نشوفهم لا مبينوا تقال لا هن خفاف بلاستيك اللي عم نشوفهم كل كليه اللي شيء هيدا مثلا عليه الكرنفال ايه؟ هيدا عليه الكروفيش ايه؟ هيدا اللي مشهوره في نيو اورلينز حبيب هلا بده يجن علي عم حرتله بالميكرو رح نشوف هلا هيدا الكروفيش اكيد الكروفيش يعني نوع من الاريدس اللي بياكلوه رح نشوف هلا الصور اللي بياكلوها هونيك لانه صار لازم ننهي حلقتنا اليوم لكن الاكل اكثر شيء معروف هونيك اول شيء رح بلش بالديسير بالمقلوب لانه الكافي جيموند اكثر شيء معروف مثل ما مشهوره بس بتقدم البنيه او كافي اولي اما هيدا البنيه لاني عم بتشوفي هون لاني عم تاكل بنيه صار عندها شوارب بيض من السكر من السكر طيب البنيه حبيتيه شهيتونا اي مع السكر مع سكر اكيد اهم شيء السكر للاولاد ومن في كمان ماكولات غيرها مثل هيدا السوب اللي اسمها جامبو ماكولات كريول كمان معروف كثير بالمنطقه الحار عندهم اساس صح بالكيجن كيتشن وبيعملوا كثير قصص بسمار البحر لانه عندهم كثير من الكروفش وغيرهم من الاسماك وانواع ثانيه وفي كمان ساندويتش معروف هونيك كثير اسمه موفيلاتا ساندويتش بسخنوه يعني كمان معروف كثير لكن هيدا جوله هيدا هو هيدا جوله سريعه على نيو اورلينز بتصور يعني رولا معك ومعلاني واحد في ضله ساعات وساعات تحكي عن نيو اورلينز قد ما حلوه وقد ما حببتونا فيها بدنا نحكي اخر شيء عن القصص اللي فينا نجيبها معنا وهي منا قليله يعني ابار هلا بتصور ببينوا على الطاوله ما فينا نفرجيهم كلهم ما في شيء منكم جايبينه معكم من كليات مثل هودي لبستوني اياهم اليوم ومبينين عليكم دفعنا وزن زياده كرماله والاكيد راسه للاليجيتر يلي واحد ما بنصح يحطه بقط النوم لانه لاني جبته انا ما خفت منه ما بتخافي منه شوفي فيها تمسكه وفيكي تاخذيه لاني امسكي انت ها هودي سنين حقيقيه عرفتي هلسه؟ هودي سنين حقيقيه حسيت فيهم وفي الميجيز اللي جبتها معها من الاكواريوم وبقيه القصص انتوا عم بتجمعوا بول دوناج ما هيك كنت عم تقولي لي من كل المدن مزبوط هيدي البول دوناج لاني واللي بتحطي السوبلا اللي او اللي بتحطي عليها الجاز انسترومنتس كمان اللي عليها جاز لانه كل شيء هنيك في جاز والوان نيو اورلينز هي الاخضر والفيولي هيدي الالوان اوكي الوان العيد يعني كل الالوان والخضر يعني واحد بتصور بس اذا شاف هالكليات بحس حاله سافر ما ضروري المدينه لو بيقولوا منا للاولاد ما في مطرح اسمه للاولاد او منه للاولاد انت بتعملي شويه ابحاث بيحضروا إلسا كل الوقت اكيد فواياج 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 بيحضروا حالهم من قبل والولد بتحضريه من قبل وبدو المينيموم بينبسط ومثل ما بتعوديه يعني لاني كانت سعيده انه رحنا وسمعنا جاز وبعدين هنيك الايرش والتليان بيعملوا مبارزه وقت سان باتريك داي مين بيعمل احلى موكب زهور واحلى موكب رقص لانه في كثير كمان هنيك ايرس وتليان والمان معك حق صح. يعني مجبورين نختم مع انه انا عبالي ضلنا لبكره عم نحكي معكم لاني حبيت التلفزيون بدك تقولي هاي لاصحابك قبل ما نختم كلهم عم يحضروا هاي عملي لهم بوسه رائف وزوي ورياضو ميرسي كثير لاني ميرسي رولا ريا ونايا عم يحضروها هون كمان اجوا يدعموها كمان كل الشعوب عم يحضروها يولي دكو ميرسي كثير لحضوركم معنا وان شاء الله نستضيفكم بحلقات جديده من فواياج فواياج لانه بتحبوا السفر كثير بتصور وفي كثير صور جديده فيكم تفرجوا هلا عندي الجمعه الجايه برشلونه ومن بعدها لندن مرقوا عندك حكيتي عنهم فبركي روح على محل جديد ومحل جديد وصور جديده ميرسي كثير ولا ميرسي لاني باي بنشوفكم الاسبوع الجاي مشاهدينا بحلقه جديده من فواياج فواياج yes, when you laughing,
Ba-b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 a-
Yes, the sun comes shining through. But when you crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby.